بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم النهاردة عن الهيرش سبرانج الحلقة التانية. احنا كنا خلصنا المرة اللي فاتت الهيستوري والانترودكشن والايتيولوجي. المرة دي بقى هنتكلم على، طبعا احنا دخلنا حتة كده في الدياجنوزز، ولو تفتكروا احنا قلنا في الدياجنوزز اول حاجة كلينيكال بيكتشر هتلاقيها عندك اهي. فانا بعملك زوم شوية على الهيرشسبرانج من الفايف اوثرز، هتلاقي مكتوب عندك النيونيتال اوبستراكشن رقم واحد، اتنين كرونيك كونستيبيشن، ورقم تلاتة الانتروكولايتس، ورقم اربعة الاسوسيشن. كده تبقى خلصت كلينيكال بيكتشر، خلصها ونبدا على طول في الدايجنوزز باي رقم بي او الانفستيجيشنز. فاحنا قلنا المره اللي فاتت ان اول حاجه هي النيونيتال اوبستراكشن. طفل جالي في اول ما اتولد ما عداش طول في اول 24 hours ميكونيوم، يعني يبقى failed passage of ميكونيوم في اول 24 hours. رقم اتنين، بنلاقي 50 في بعض الدراسات الى 90% من الهيرشسبرانج بيبريزنت نيونيتال. يبقى نقطتين هتقولهم على النيونيتال بريزنتيشن. النقطة الاولانية نسبتهم قد ايه، بتحصل في 50 لـ 90%، ودي نسبة تفوق النص ان الطفل الهيرشسبرانج هيجيلك وهو نيونيت. رقم اتنين، ايه حاجة الفاندامنتال فيها، الحاجة الكاركترستيك، الحاجة الباثوجنومونيك فيها، هي الفيلد اوف باسج اوف ميكونيوم في اول 24 hours. يبقى دي اول نقطتين. النقطة التالتة هتتكلم على ايه الفايندنجز اللي هتلاقيها في اكس راي اريكت بتاعت عيان نيونيت جاي وهو هيرشسبرانج. فهتلاقي فيه dilated bowel loops. dilated bowel loops قد يكون small ولارج، قد يكون small بس. هقول لك ليه. لو انت small ولارج bowel loops dilated يبقى انت اكيد short segment او recto sigmoid، لكن لو انت small bowel loops بس dilated يبقى انت غالبا total colonic aganglionosis، ويلخبطك مع الميكونيوم ilias والميكونيوم plug والilial atresia. يبقى تقول كده الديفرنشال دياجنوز ايليال اتريزيا وكولونيك اتريزيا وميكونيوم ايلياس وميكونيوم بلاج، ودول اكتر حاجه ما بيبانش فيهم كولون خالص دايليتد. في حاجات بقى قلت لك المره اللي فاتت عليها ان هي ممكن تلخبطك بس مش صح قوي، زي الماروتيشن وزي الحاجات الميديكال والسلو اوبستراكشن او الايلياس اللي بسبب الحاجات الميديكال. يبقى نلخص الموضوع اصدقائي في ثلاث حاجات في النيونيتال هيرشسبرانج. رقم واحد، 50 لـ 90% بيبقى نيونيتال ان بريزنتيشن، طبعا ديستنشن، طبعا بيليس فوميتنج، طبعا فيدنج انتوليرنس. رقم اتنين، بيبقى مفيش باسج اوف ميكونيا في اول 24 ساعه في 90% من الحالات. رقم تلاته، ايه الكاركترز اللي بتبان؟ بيبان دايليتد باول لوبس في الاكس ري اريكت. لو هي دايليتد لارج باول وسمول باول يبقى انت بتتكلم في ال 75% اللي هم ريكتو سيجمويد. لو انت بتتكلم في دايليتد سمول باول بس يبقى انت بتتكلم في التوتال كولونيك فيرسس الميكونيوم ايليس ميكونيوم بلاج ايليال اتريزيا او كولونيك اتريزيا، لان برضه في كولونيك اتريزيا مش هيبان الكولور بالشكل اللي انت غالبا بيبقى في الميد ترانسفيرس او في اول ترانسفيرس. طيب رقم اتنين، بعد النيونيتال انتستينال اوبستراكشن خدنا حاجة اسمها الاسوسيشن. لو انت تفتكر كنت قلت لك ال V وال W وال C وال D وال G وال H. ايه ال V وال W؟ ايه ال C وال D؟ وايه ال G وال H؟ بص نبدأ الاول ابجديا كده، ايه ال C وايه ال D؟ ال C for congenital، حاجة اسمها congenital ايه؟ congenital central hypo، هتلاقيني كاتبها لك اهي، بص congenital central hypoventilation syndrome خلاص. والدي بقى، ما انا بربطهم لك ببعض، هم ما لهمش ارتباط علمي. الدي داون سيندروم ترايزميت 21. طب ادي السي والدي، دي الشفره بتاعتك الاسوسيشن، وهي نفسها اللي بتقولها وانت بتتكلم في الايتيولوجي في السندرومز. الجي والاتش ايه هم؟ الجي جولدبرغ سندروم، الجي جولدبرغ سندروم، والاتش هايبو بيجمنتيشن سندروم. طب امال ايه الفي والدبليو؟ طب بص بقى معايا كده، فون ريكلينج هاوسن سندروم ادي الفي، والدبليو فاردنبرغ شاه سندروم. يبقى بنتكلم في سي دي جي اتش في دبليو.
كده خلصت المعظم. ينسى يعني يتبقى لك بقى مينتو، يتبقى لك سميث لاملي اوبت سندروم، الكلام ده كله ما حصلتوش، ما جراش حاجه. يبقى تاني حاجه بعد النيونيتال انتستاينال اوبستراكشن هي الاسوسيشن. طيب تالت حاجه الكرونيك كونستيبيشن، اهي هتلاقيها عندك كده مكتوبه وجميله، ودي معناها ان انا في تشايلد هود او في الادلت هود، صدق او لا صدق، يعني في ناس بتبقى عند تين ايج او على ادوليسنس، وفي ناس بتبقى في التشايلد هود ايرلي او ليت، قبل 7 بعد 7. طيب امال الانتروكولايتس دي رابع حاجه. يبقى احنا النهارده قلنا القديم الاسوسيشن، وقلنا القديم النيونيتال ورجعت لك عليه، وبعدين ابتديت لك دلوقتي بقى في حاجه اسمها الايه الكرونيك كونستيبيشن. هتلاقيني زي ما انا كتبت في النيونيتال انسبستراكشن تلات حاجات، جاي لك هنا في الكرونيك كونستيبيشن وقايل لك ان هو يا تشايلد هود يا ادلت هود، ماشي. وجمله غريبه قوي قايلها في الفايف اوثرز اوف كورن، مور ان ذا بريست فيد، لان البريست فيد لما بيحصل الويننج يبتدي يبان عليه الاثر جامد قوي، غير اللي تعذب في الاول في التداخل ما بين البريست فيد ميلك والفورمولا ميلك، ما بيبقاش باين قوي هو ده هابيتوال كونستيبيشن ولا لا، لان خلاص عديت مرحله النيونيت وسكيبد المرحله دي وما عدتوش، مع ان المفروض ان طبيعي يبان في 50 ل 90% نيونيتال بريزنتيشن. يبقى إذا more in breastfed the develop constipation after weaning، لأن هما بيبتدوا بعد الweaning يdevelop constipation، لأن البريست فيدينج ما بيساعدش خالص على constipation، ده بيبقى ضد constipation. mostly short segment، ليه بقى بيقول الكلام ده؟ هو كل كلمة قصدها. أول حاجة في childhood، رقم اتنين mostly في breastfed لأن الweaning أثر معاهم قوي، لأن كان breastfed بيساعد إنه يماسك الحاجات اللي بتعمل constipation. رقم 3 في الشورت سيجمنت، لانه الشورت سيجمنت اصلا ما بيبقاش ملقوط قوي، فبيبقى متعدي بسهوله في النيونيتال بيريود، فلما تيجي حضرتك في التشايلد هود غالبا مش هيبقى توتال كولون، غالبا مش هيبقى لونج سيجمنت، لانه لو كان كده سيفير من الاول كان بان من الاول. فيبقى اذا غالبا قليل في الدرجه شورت سيجمنت، غالبا كان بياخد بريست فيدنج فلما بان عليه بان ساعه الويننج، وغالبا في التشايلد هود او في الادلت هود. الدي دي بيبقى من ايه؟ من الحاجه اللي مشهوره جدا وبتيجي في عيلتنا ومزهقانا في عيشتنا، اسمها كرونيك كونستيبيشن، اللي هي ايه؟ اللي هي بتيجي من سن 2 ل 4 سنين بيك ايج، ممكن بعد كده ممكن قبل كده. فيقول لك ديفرنشال دايجنوزز بيبقى ديفيكلت مع كرونيك كونستيبيشن، لان كرونيك كونستيبيشن از كومن ان ذيس بيريود. قال لك في 4 كلينيكال بيكتشرز، وركز قوي معايا في الحته دي بقى، عشان تعرف الكونستيبيشن اللي جاي في هيرش سبرانج والكونستيبيشن اللي هو الهابيتوال، ركز ان يكون فيلد ميكونيا باسج، وتراجع هنا بقى وقال لك ايه؟ وقال لك 48 ساعة. شوف كلام 48 ساعة، ما قالش 24 زي ما قال في النيونيتال. يعني لما انت عديت مرحلة النيونيتال ووصلت لمرحلة التشايلد هود، انت بتتكلم بقى في مرحلة ايه؟ ان الحاجة البسيطة ممكن ان احنا نكبرها كتفصيلة كده ونركز فيها، ما تتحسوكش قوي على 24 ساعة، تقبل لغاية 48 ساعة. اتنين، في failure to thrive، مش لازم كله يبقى كده، انا بقولك لقيت فيه الحاجات دي يبقى ده ضد الهابيتوال constipation. يبقى واحد failed meconium passage في اول 48 ما اتلقطتش، لان هم افتكروا ان هو عدى بعد 24 يبقى خلاص normal، لا هو ما عداش في اول 48، يبقى في حاجة abnormal، ده مش normal. رقم اتنين failure to thrive، ده مش طبيعي انه يحصل مع عيان constipation عادي. رقم تلاتة gross distension، انا ضد الجملة دي لان عندنا في مصر الحالات بتيجي neglected في chronic constipation او habitual constipation، فصعب قوي انك تقول لي gross distension علامة على الهيرشسبرانج، لا هو gross distension موجود في الهيرش وموجود في الديلايد او neglected habitual constipation. لكن رقم أربعة دي صح قوي، dependent on enemas without incoprises. يعني ايه incoprises؟ يعني عدم تحكم او soiling، مفيش soiling في حالات الهيرش سبرانج او حالات الكونستيبيشن فيها soiling. يبقى الهابيتيال كونستيبيشن الحمل الزايد قوي، يعني لما تبص كده لما ارسم لك في الحته دي كده، الحمل الزايد قوي على الكولون، ادي كولون اهو، كولون اهو، لارج كولون اهو، كله بقى دايليتد في الحمل الزياده قوي عليه، فابتدى يعدي من السفنكتر غصب عنه رغم ان السفنكتر طبيعي، لكن بسبب كانك نظريه كوبايه الميه بالظبط، اللي تدلقه فيها يروح مدلوق بره لان هو مليان اوريدي. نظريه برضو بحكيها في العياده، نظريه
الباب بتاع الأوضة، لو احنا 20 في الأوضة غير لو احنا 5، لو احنا 5 في الأوضة محدش هيخرج بره إلا بمزاجه، يعني بمزاج العيان، يعني عملية تحكم فولنترلي. لكن ليه يا حبيبي، ليه يا ماما ابنك ابتدى يعمل على نفسه؟ لأنه في الهابيتوال كونستيبيشن ابتدى ال 20 اللي في الأوضة يتخانقوا، فواحد منهم كسر الباب وطلع. هل ده معناه إن الباب ده وحش؟ الباب ده كان اصلا مش متحكم، الانر سفنكتر كانت اصلا، لا ده الحمل زايد عليها. فيبقى نظريه كوبايه الميه او نظريه الاوضه او ال 20 واحد في الاوضه هي نظريه اللي تقنع بيها الام ليه ابنها ما بقاش متحكم وعنده سويلنج. انما السويلنج مش موجود في الهيرسبرانج. يبقى الحاجه الثلاثه اللي انا عايز اقولهم، رقم واحد فيلد في اول 48، اثنين فيلير تو ثرايف، ثلاثه ال ديبندنت اون انيماز وما فيهوش انكوبريسز او ما فيهوش سويلنج. لكن الجروس ديستنشن معترض عليها الحقيقه. ادي يا سيدي القصه بتاعتنا في الكرونيك كونستيبيشن او ما يسمى بالكلام بتاعنا في ثالث حاجه في الكلينيكال بيكتشر. تعال لي بقى في رابع حاجه الا وهي الانتروكولايتس، هتلاقيني بقى عامل لك عليها 10%، لا زي ما عملت لك فوق كده بالظبط 90% فيلد باسج في 24 ساعه في حالات النيونيتال، فهي 10% الهايك او الهيرشسبرانج اسوشيتد انتروكولايتس. تلاقي مكتوب عندك ان في فيفر وفي ديستنشن وفي ايه وفي دايريا. الثلاثه دول مهمين جدا يا جماعه، الفيفر والديستنشن والدايريا اللي هما الحاجات اللي بتجيلك لو انت جالك لا قدر الله كورونا جهاز هضمي مثلا، اللي هي الحاجة اللي احنا كلنا بنشوفها انها بتبقى مقرفة جدا لأي عيان. عنده ديستنشن رهيب في بطنه، وجع، رقم اتنين عنده فيفر سخونية، رقم تلاتة في دايارية، يعني اللي موجود وبيعمل دايارية، وكمان الدايارية مش بالدفليت خلي بالك، لانها بتنزل حبة حبة، فانت لازم كدكتور تساعد الطفل ده وتحط له الانبوبة فتطلع اللي جوه. هتلاقي مكتوب عندك دايريا از كونفيوزنج مع الهيرشسبرانج، لو كان الهيرشسبرانج معاه اسوشيتد هايك او هيرشسبرانج اسوشيتد انتيكولايتس. لكن ايه التفريقه كالعاده ما سابكش 5 اوثرز كتاب محترم قال لك باسج اوف ميكونيوم في الهيستوري بتاعك ياكد لك انه هيرش، وانترميتنت اوبستراكتيف ايبيسودز، يعني العيان بتاع الدايريا ما كانش عنده اوبستراكشن قبل كده ولا كونستيبيشن، لكن ده كان عنده اللي هو الهيرشسبرانج. وجاي بقى اتكلم لك في قصة الانتروكولايتس على ان هي الكوزز بتاعتها ما هياش ايه، ما هياش معروفة، لكن في ثيوريز، منها الثيوري الاولانية هي المشهورة ان في بولينج، والبولينج ادى الى ايه، انفيتيشن اوف انفكشن بكتيريا زي مثلا الكلوستريديوم ديفيسيل والروتا فيروس. other theories اللي هي الانتستينال بارير راح مع اميونوجلوبولين برودكشن والترد ميوسين برودكشن. يبقى لان حصل اميونوجلوبولين وميوسين altered production، يعني قلوا في البرودكشن بتاعهم، وده ادى الى intestinal barrier absence، حصل ساعتها الانفيجن اوف ذا توكسينز تو ذا بلاد، فحصل الفيفر وحصل التوكسيك مانيفيستيشنز. ادي يا سيدي قصه الهيرشسبرانج كلينيكال بيكتشر، سهله جدا، اربع حاجات. اول حاجه هي النيونيتال اوبستراكشن، اثنين الكرونيك كونستيبيشن، في الاولانيه قلنا 50-90%، وقلنا فيلد ميكونيوم باسج في اول 24، وقلنا الاكس راي ايه والدي دي بتاعها ايه. في الثانيه كرونيك كونستيبيشن قلت لك في التشايلد هود، وديفلوب از ديفلوب كونستيبيشن افتر ويننج في البريست فيد اكتر، والشورت سيجمنت غالبا لان هي ما اتلقطتش في الاول لانها كانت اقل في السيفيريتي شورت سيجمنت. وقلت لك الكلينيكال فيتشرز اللي تفرقها عن الهابيتوال كونستيبيشن، الفيلد في اول 48 والفيلير تو ثرايف، ومعترض انا على جروس ديستنشن ولكن ديبندنت اون انيمز وذاوت انكوبريسز، يعني ما فيش سويلنج. وبعدين قلت لك في الانتروكولايتس ناف 10%، وان هي بتتفرق عن الدايريا العاديه في ان مفيش باسج اوف ميكونيوم في اول 24 وانترميتنت اوبستراكتيف ايبيسودز. واخر حاجه كوزز اوف هايك، يا ثيوري كذا يا ثيوري كذا، الاولانيه بولينج والثانيه وفيها كلوستريديوم ديفيسيل، والثانيه اللي هي الايمونوجلوبولين والميوسين التريشن. الله، امال ايه اخر حاجه؟ الاسوسيشن الفي والدبليو سي والدي والجي والاتش. هذا والى لقاء اخر ان شاء الله مع الانفستيجيشنز الراديولوجيكال.